بالنسبة يا شيخ للمعصية، هل تؤثر في الأرض؟ نعم، كما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل أن ينحر إبلا في محل كذا، بوانه اسم موضع، قال وش السبب أنك خصصت هذا الموضع؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. إذن فتبين أن هذا المكان ليس فيه محذور الذي نذر أن ينحر الإبل فيه، فأمره بتنفيذ هذا النذر لخلوه من الموانع. نعم.